بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. حلقة جديدة إن شاء الله، الأول من ديسمبر 2021، مع تغيرات وتقلبات للأسواق المالية العالمية وكذلك للبيتكوين وبعض العملات، وتحديث يعني اليوم للبيتكوين. هذا الإشارة التنبيه الذي وصلنا على داون جونز، أول تنبيه يدعو للحذر، يعني يجب الإنسان أن يحتاط. أوكي، نمر إلى صديقنا البيتكوين. البيتكوين لا زال في الاتجاه العام الهابط الديني، واضح جدا، لا زلنا في هذا داخل هذا أسفل هذا الترند النازل دون أي مشاكل، لم يتغير الترند. يعني هل أكد هذا القاع؟ لا، حاليا لم يؤكد القاع، قد يثبت هذا القاع وقد نذهب لزيارة الليكويديشن الموجودة أسفل هذه المناطق. يعني ممكن أن نذهب إلى أسفل هذه الأماكن كما سبق وشرحنا، وقلنا العودة إلى هذا المستوى كأهداف، يعني كانت لابد أن نعود ربما إلى هذه المستويات، خصوصا عندنا هذا الذيل الموجود هنا، فهناك ليكويديشن يعني موجودة لهؤلاء الناس، يعني ممكن أن نزورها. يعني يبتدئ الإنسان لا يمكن أن يغفل عن هذه المستويات التي طبعا ممكن أن نزورها طبعا، فمستهدفات تبقى دائما واردة، يعني الإنسان أن لا يغفل عن مثل هذه الأمور. وعندنا سوف نشهد يعني خلال الأوردر بوك لنرى بعض الأمور، خصوصا إذا أخذنا الليكويديشن موجودة مثلا في هذه الأمور، هنا على باينانس موجودة سوى في هذه الأماكن، تك 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 تك، لو أخذنا على الـ4 ساعات أين ذهب الشرط؟ أحمل البيانات. عندهم مشكل. نرسل لكم باش تشتروا البوك. أوكي. لا حاجة لانتظارهم. أوكي، بالنسبة للنظر يعني للسوق، بالنسبة قلنا أنه عندنا مستويات، يعني ممكن الإنسان يعني الإنسان يجب أن يحتاط عن العودة إليها. كذلك كما تشاهد معي هذا الـ EMA 21، فنحن أسفل منها، يعني وهي تضغط نسبيا على السعر من خلال الفريم ديلي، تلاحظون أننا الآن حاليا لم نستطع الإغلاق فوقها، مما يجعلها تعمل على شكل مقاومة قوية لحد الساعة من خلال البيتكوين، للبيتكوين طبعا. يعني هذا المستوى، وبالنسبة إلي هذا المستوى الكي ليفل الذي يجب النظر إليه هو هذا المستوى، يعني هذه المستويات، هذا المستوى الموجود، هذا الكي ليفل عند هذه المستوى 59,000 إلى 60,000. هذه المستويات مهمة من أجل تغيير اتجاه، يعني يجب أن نغلق ديلي فوق هذه المستويات كما قلنا ليكون لنا دبليو باترن ونعود للاتجاه نسبيا الصاعد. كذلك من خلال ايشيموكو لازلنا يعني في مستويات التذبذب التي نتحدث عنها، وهي منطقة اللا تداول على داخل الغيمة، يعني لا تعطيك وجهة. حاليا عندنا الدعم عند هذا المستوى، مستوى اللاجنس على مستوى عفوا لا اس اس بي، لكن الاتجاه غير واضح من خلال فريم الديلي. قلنا انه على فريم الويكلي ولازلنا بوليش، يعني عادي جدا، قيعان متصاعده لا اشكال عندنا في هذا، لكن قلنا ان السيناريو المخيف هو ما يحصل على الاسواق الماليه، لان قلنا هذا يجب الانسان ان ينتبه اليه. ما بدا يتبادر لي في الذهن، يعني مع وجود الكم الذي يحدث على الأسواق المالية الكبرى، احتمال يعني أنه ربما البيتكوين يعمل القمة في هذه المستويات، أو ربما نتجاوز فقط ربما 100,000 وما جاورها، ممكن ألا نراها، والله أعلم. يعني لازلت في التصور يعني نعم أن نصل إليها إذا غير ذلك، لكن ما أراه حاليا على الشارت هو ضعيف، يعني لا يدل على أننا سنذهب إلى هذه المستويات، لأن إذا كانت القوة للعملات تظهر بينما البيتكوين لا يتحرك، أكيد نعم هو محرك السوق وهو فيه الأشياء الكبيرة، لكن يجب أن يتحرك، يجب أن يتفاعل، لا يجب أن نبقى داخل هذا الترند النازل. يعني ونحن في الأسبوع الثالث كما تشاهدون والدماء تسيل، فلا يجب أن نواصل يعني أكثر من هذا، طبعا على الأقل أن يكون هناك ارتداد من أجل مواصلة يعني واستكمال الترند الصاعد بين قوسين، يعني أنه أخذ وقتا وهذا لا يجب أن نتجاوزه، أن يطول الأمر بنا في هذا المد النازل. بعض الإشارات يعني الطيبة الجيدة التي تظهر لنا هو على العملات على رأسهم الإثريوم والبي إن بي، وهم حاليا يعني يقودون السوق حاليا. يعني تشاهد هذا عفوا الدبليو باترن الرائع يعني على الشارت،
على الإثريوم مقابل البيتكوين، هذا شيء ممتاز جدا يعني، تشاهد يعني هذا الأمر يعني. فالأهداف حدث ولا حرج يعني، يمكن أن تأخذ اي بي يقال سيدي، فمستهدفات طبعا تراها ممكن يكون يعني العودة أقل شيء يعني، إذا أخذت اي بي يقال سيدي بالقاع سوف نعود، إذا أخذنا هذا على القاع تقريبا ربما نعود إلى هذه القمة يعني، وهذا في هذا المكان الذي كان الناس يتحدثون فيه تقريبا عن الفليبتين أو تحول السيولة من البيتكوين إلى الإيثيوم. كذلك ذكرنا أمس يعني أو أول أمس طبعا أن حينما تحدثنا عن هذا الكسر الرائع جدا للإيثيوم، وهذا الشيء هذا اكستريمي بوليش، ونفس السيناريو يعني يقود أن الإيثيوم يستقوي على البيتكوين، يستقوي يعني يستقوي يعني، ولا يستقوي فقط على البيتكوين بل يستقوي حتى على العملات. إذا أخذت التوتال 3 تشاهد، لو أخذنا إيثيريوم ماركت كاب على لكي لهذا أردت الحديث حول هذا لأنه مهم جدا حتى للإخوان كي تفهموا هذا. الإيثيريوم مقابل العملات ككل الشرط بوليش يعني، هذا يكون لي دبليو باتن في دبليو باتن مع كسر النكلاين، فهذا بحد ذاته إشارة شراء للإيثريوم بين قوسين إذا أغلقنا طبعا على هذا المستوى، وربما الانتظار على هذا المستوى اللي يكون لأن كان فيه الفيك أوت، فممكن الانتظار هذا إذا تجاوزنا هذا المستوى طبعا يعني الإنسان يحذر يعني، خصوصا على الإيثريوم. الإيثريوم يعني هنا يستقوي يستقوي يستقوي، حينما ترى هنا على الإي إم إي 21 على ويكلي عفوا استغفر الله، تشاهد كيف انه الان تكوننا واغلقنا فوق الاي ام اي وارتكزنا عليها كدعم ونكون الدبليو باترن، يعني هذا شيء ممتاز واكستريم بوليش. كذلك المومنتوم الذي تشاهد مع الدايفرجنس الموجود، المومنتوم قوي جدا بوليش، اذا هذا يدل على انه الاثريوم سوف يسحب السيوله والله اعلم من السوق، من سوق الالت كل ككل يعني، وليس البيتكوين وحده يعني، من السوق ككل، من سوق العملات ككل الا بعض الاستثناءات، وهو يعني واضح من خلال الشرط يعني، اذا وصل بنفس الطريقه فيمكن يعمل مثل هذه الحركه، وفي هذه الحركه يعني سيكون رالي للايثريوم يعني، ربما يصل الى 14000 15000 لا ندري يعني الحركه التي يستهدفها، المهم انه يسحب السيوله حاليا من السوق، النظرة يجب أن لا تغفلوا عنها يعني، بالتالي احذر من الإيثريوم، ويعني يجب أن يكون نصب أعينك حاليا. كذلك النظرة التي رأيتها على البي إن بي قوية جدا، هذا لما نتحدث يعني على الإيثريوم يعني البي إن بي كذلك، هذا الدبليو باترن الرائع جدا، الكسر نيك لاين والارتكاز على إعادة الاختبار ثم الحركة، فهذا اكستريملي بوليش، لذا خذ هذا بعين الاعتبار. كذلك عندك ايضا كسر دبليو باترن على البي ان بي مقابل بيتكوين، دليل على ايضا انه الاتجاه العام صاعد للبي ان بي، وبقي لنا فقط كسر المقاومه التاريخيه والذهاب الى حيث سوف يذهب، يعني يجب ان لا تغفلوا عن هذه الامور، يعني انه الايثريوم حاليا والبي ان بي يقودان السوق الالت، يقودان هذا الذي يمكن ان اقول لك ان البي ان بي والايثريوم يقودان السوق الكريبتو يعني، ولهذا شهدنا في الاونه الاخيره ان العملات بدات تتحرك، والحركه ذكرناها وقلنا انه ربما نسيت اضعها للاخوان ماركت سايكولوجي، الفكره هو انه البيتكوين حاليا ربما في هذه الأماكن أو ربما في القمة، ربما في هذه الأماكن أو في هذه القمة أو في هذه الأماكن، يعني نحن على الأقل في هذه المناطق الخضراء في مناطق الحيرة والمناطق العالية جدا. بالنسبة للعملات نحن لازلنا تقريبا جل العملات في هذه الأماكن، لذا خذ بعين الاعتبار هذا الأمر يعني، جل العملات يعني الالت كوين يعني في هذه الامور يعني، بالتالي غالبا الرالي قادم ان شاء الله على العملات باذن الله تعالى. فقط الذي يخيف والوضع الاقتصادي العالمي، الوضع الاقتصادي العالمي الذي بدأ يعطي فقط يعني بدأ يعطي بعض الإرهاصات، إذا الإنسان فقط يجب أن يأخذها على محمل الجد وأن يعيرها الاهتمام، لأنه الإشارات عفوا للسوق مثلا لو أخذنا تسلا هذا التصحيح لا زالت بوليش يعني، الاتجاه العام صاعد
لا إشكال فيه، ولكن وجب الحذر. لماذا؟ لأن عندنا بعض الإشارات هنا على النزدك. هذا بريش طبعا، لكن الاتجاه العام لا زال صاعد، يعني لا إشكال عندنا في هذا، لكن وجب الحذر لأنه التنبيه الذي جاءني على داو جونز لا يبشر بالخير. يعني داو جونز الذي رأيته منه لا يبشر بالخير. يعني أينك يا داو جونز؟ تك داو جونز أعطاني أول تنبيه. الأريت الخاص بي عندي، يجب أن أكسر هذه المستويات، كسر هذه المستويات، فهو سيكون الخطر القادم على داو جونز. للإشارة يا إخوان أنه مؤشرات الناسداك والإس بي 500 يجب أن تأخذها بمحمل الجد. هنا هذا الاس بي 500 تجاهلون هذه الحركه، فهذا يعني حينما نكسر المستوى ونتجاوز حتى القمه ولا نرتكز عليه، وهذا البريشنس الموجود موجود في السوق، لانه هذا ناتج عن ما ربما حتى الاخبار الخاصه بالفيروس الجديد بين قوسين الجديد القديم ربما له تاثير. حاليا يجب ان ننتبه يعني للمستويات القادمه، لكن الحذر فقط على الأسواق المالية، يعني فهناك نوع من الكوريليشن دائما كما قلنا التي ممكن أن تؤثر. أبل كذلك يعني غالبا هذا النوع من التفريغ، لكن لا زالت بولش. حينما تصعد وتعمل قمة جديدة أكيد هذه قمة، غالبا يعني حاليا النظرة أن هذه قمة، ممكن يكون هذا التفريغ الأخير لكي نعمل هكذا، فيجب الحذر، يجب الحذر فقط. لا تنسى أبل لا يمكن أخذها على محمل الجد، لأن أبل من أكبر الشركات التي عندها الكاش قوي جدا، عندها احتياطي الكاش كبير جدا، الملايير موجودة كاش، بالتالي فهي عندها حتى الملايير لشراء سهمها، فلا تستغربوا يعني لا تأخذوها يعني هي لوحدها في هذا الباب. فهذه الإشارات الموجودة يعني الإرهاصات البيرش الموجودة، كذلك الأرك إنفست التي أخبرنا عنها أخ، فكسر هذه المستويات ليس بوليش طبعا حينما ترى، يعني هذا نوع من الام يعني، فالمسألة تدعو بين قوسين على الأقل لأخذ الحيطة والحذر فقط، لا أقل ولا أكثر. كذلك الذي يخيف نوعا ما هذا الذي شاهدناه، يعني هذا الفيك أوت على السيلفر، وليس على السيلفر وحده حتى على الذهب، يعني نكون في هذا المستوى بين قوسين ونعمل هذا الرالي فيك اوت، رالي فيك اوت، هذا بيرش وبقوة. يعني حينما تشهد هذه الحركات فهذا بيرش وبقوة، كذلك هنا حينما نعمل الاتجاه المعاكس فهذا اكستريملي بيرش، يعني يكون فيك اوت يعني هذا تصريف وانتهينا، فالاتجاه يعني غالبا كسر هذه المستويات اكستريملي بيريش، اكستريملي بيريش. لذا وجب الحذر من هذا الجانب، يعني ان السوق ككل وخصوصا ان الفيكس في اعلى مستويات، يعني الطيران هذا الجاب والمرتفع وبقوة، يعني عودة والارتفاع ليس عاديا، يعني نتحدث يعني الحركة من هذا القاع 110%، يعني فعامل الخوف في السوق مهم جدا. الفكرة التي كنت أود أن أقولها، هو لا أدري أين كنت وجدت الخبر، هو أنه الشركات الأخرى في مثلا ناسداك والإس بي 500 تجد أنه ناسداك والشركات الكبرى تصعد وهي التي تجعل المؤشر لا يظهر فيه الضعف. بمعنى ربما غير واضحة للإخوان، مثلا اخذنا الاس بي 500، انت اس بي 500 حينما تذهب سوف تجد الشركات الكبرى موجوده هنا، مثلا مايكروسوفت وتجد ابل وغيرها من شركات الناسداك وغيرها، فتجد هذه الشركات الكبرى صاعده وبقوه. اذا صعودها الرالي بقوه جعل الحركه لا تظهر يعني على المؤسسات الاخرى. مثلا سوف نعطي مثال كي تتضح الصورة ويتضح المقال، نبحث عن شركات اس بي 500 ليست. تك اينك؟ تك 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 هما. اوكي اوب
هذه الشركات سوف اجي هنا اوب و عفوا تك ناخذ مثلا شركه من الشركات التي نريد التي فيها صعود نريد التي فيها نزول لكي تظهر الصوره. مثلا هذه الشركه فياتريس انك فياتريس فياتريس هذه الشركه موجوده في ذاك. لاحظوا الشاط كيف هو، هذا اكستريملي بيريش منذ عصور انقلت يعني منذ 2015، وهذا هذه الشركة في الحضيض، لكن الذي غطى عليها ماذا هو ارتفاع الشركات الاخرى. سوف احث لكم، ساضع لكم المقال يعني سوف احث عنه واضعه يعني ان شاء الله في للاخوان يعني كرابط لمن يريد الاستزادة في هذا الباب. فالفكرة يعني حينما رأيتها استغربت يعني أن الشركات أن الشركات الكبرى كانت تغطي على خسارة الشركات الأخرى يعني، فالمؤشر يظهر لك صاعد صاعد. لماذا؟ لأن المعامل الموجود على هذا الاندكس القوي للشركات القويه كبير جدا يعني ماركت كاب، وبالتالي العملات او مثل العملات يعني الاسهم الاخرى لا تؤثر على الحركه للناسداك والاس بي 500. حاليا بدات تظهر هذه هي الفكرة يعني، الآن أصبحت هذه الأمور تظهر يعني على المؤشرات يعني، وهذا ما يدعو للقلق، هذا ما يدعو الإنسان للقلق. وإذا أخذ مثلا سوف لو أخذنا تك 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 تعال آسي اثنان تك بوت أوكي، لو أخذنا هذا تن أوب سوف تشاهد ماذا عندك الديفرجنس، الديفرجنس واضح جدا يعني، والامر يعني يدعو للقلق. لو خدناها فقط على ال 21 افضل. المومنتوم يدعو نسبيا للقلق، خصوصا اننا لم نكسر هذه المستويات، لم نكسر هذه المستويات، لكن تبقى تدعو للقلق. يعني يجب الانسان ياخذ هذه الاشياء مع محمل جد، لانه كسرها يعني، فاذا انا سوف نشهد يعني هجوم حاد على السوق يعني هجوم قوي على الاسواق الماليه، وممكن نشهد يعني بير ماركت طويل. بعض الخبراء الاقتصاديين يتحدثون يعني وخصوصا يعني من خلال الشارت يعني يظهر انه هناك مستويات، انا اظن انها ربما تكون يعني في السنه المقبله والله اعلم، لكن الان يعني احاول الاحتياط يعني. الفكره حاليا ان الانسان ان يراقب يعني هذه الاشياء، وطبيعة الحال اذا كان اي مستجد سوف يظهر لنا حاليا كي لا تخافوا يعني. لا زالت توتال ماركت كاب بوليش دون اي مشاكل، التوتال 2 والتوتال 3 لا زالت بوليش يعني، كي لا اخيفكم يعني. فكره انا اقول ما اراه على الشرط، ارى بعض الارهاصات التي تدعو للحيطه، أن تدعو للحيطة يعني، فالإنسان الذي يعني يكون واعيا بالمخاطر التي نحن مقدمون عليها. طبعا لا زال أمامنا البول ماركت، لا زال هناك حركة للسوق تظهر يعني، هذا البوليشنس الذي يظهر لي هنا على دبليو في دبليو في دبليو ويكلي. فنحن نتحدث عن أشهر صعود للإيثيريوم يعني، ولا نتحدث عن يوم أو يومين، نتحدث عن إشارة شراء لعدة أشهر لعدة أسابيع يعني، فيجب أن تفهموا الأمر يعني. ممكن أن نشهد بول ماركت قوي للعملات، لبعض العملات طبعا، والسوق عموما يظهر أنه سوف يأخذ. الذي يأخذني يعني حينما أرى أنه البوليشنس يعني لعدة أشهر كما يظهر لي من خلال الشارت، فربما المسألة التي كنت أقول لكم يعني بعد شهرين أو ثلاث يعني يكون انتهى البير ماركت، ربما لا ينكون هذا، ربما سيمتد ربما من خلال هذا الشرط، هذا الدبليو باترن الذي يعطيني يعني. فحاليا اقل شيء اتوقع فيه شهرين ثلاث يعني على الايثيريوم يعني، للحركه التي سوف نقدم عليها بهذا الشكل يعني، تقريبا نتحدث عن هذه يعني اسابيع من الصعود، فممكن يعني الا اذا حدث شيء اخر، وربما مع حركه البيتكوين التي سوف تكون ان شاء الله يعني خلال ايام مقبله يعني، غالبا سوف نعمل البيرج التنقيه من اجل أن يكون صعود، لأن يعني الذي يمنع البيتكوين من الصعود هو الرافعة المالية طبعا، وسبق وتحدثنا عن هذا، وجود ناس دائما مع رافعة مالية كبيرة جدا، وهو ما أخرنا في الصعود يعني، وجود هؤلاء
المظاليط الذين لا زالوا يدخلون بالرافعة المالية وبكمية كبيرة، مما يجعل السوق يتحرك يعني مع ضعف. فوجود هذا الحركة قوية جدا يعني مع يعني نحن في قمم، يعني الفكرة هي أننا في قمم في الرافعة المالية، نحن في قمم ولم ننزل للمستويات يعني. فحتى الركض الذي كنا ننتظره لم يحدث سوى على السنتيمنت، فقط على الفير اند جريد اندكس هو الذي يعني ظهر نسبيا على المؤشر، غير ذلك فلم يظهر هذه الأمور يعني، فليس بقوة كبيرة جدا، مما يستدعي نسبيا حالة من القلق نتيجة ما يحدث على السوق. المهم هذه هي فكرتي. إن شاء الله هناك البوليشنس قادم يعني على السوق ككل. لو أخذت لك مثلا العملات، بالنسبة للذين يسألون، هناك عملات قوية جدا يعني، حينما أرى عملة تطير يعني، هذه ريك أنت سبق وتحدثت عنها الآن، تطير يعني، فعملات تطير مقابل بيتكوين، فلا تستغرب هذا. سيف بال ها هي الآن يعني قوية جدا، وهذا نتحدث عن دبليو ويكلي. دبليو ويكلي لا يعني أنه سوف ينتهي بعد يوم أو يومين أو ثلاث، يعني نتحدث عن أيام وشهور، من على الأقل شيء أسابيع من الصعود بإذن الله تعالى، إذا كان عبارة عن كسر حقيقي. فكثير بناء العملات انبوكس يعني كما تشاهد يعني، فهذه العملات التي تعطيك هذه النماذج البوليش على الشرط مقابل بيتكوين، دليل على انها تستقوي، على الاقل انها سوف تاخذ يعني موجه من الصعود. وذكرنا هذا على الموجات يعني كثير من العملات التي تحدثنا عنها، ماتيك كذلك يعني، هذا دبليو باتر رائع جدا، دبليو رائع يعني من اجل استكمال الاهداف، فهو يمشي بخطى ثابته باذن الله تعالى. استيكس التي ارسلت لكم يعني حينما قلت لكم انه تم تفعيل الامر عندي انا، أين في الأوردر التي وضعت لكم على القناة؟ هنا SX 200% دخول، ولكن الآن الحركة لا زالت هذا الدبليو باتن ما يقود يعني أننا سوف نذهب إلى أبعد من هذا طبعا، وهذا هو هدفي الأول طبعا في استعادة رأس المال مع بعض الأرباح، لكن الهدف عالي جدا أكثر من هذا طبعا. فالفكرة هو أنه السوق لا زال صاعدا، لكن يدعو للقلق. لماذا يدعو؟ لأن السوق العالمي لا ندري ماذا، هل هناك يعني سيحدث تغيير جذري؟ المهم الشارت سيقول لنا ما يجب علينا فعله إن شاء الله، لكن وجب التنبيه فقط لا أقل ولا أكثر. العملات هذه مثلا دبليو إغلاق هذا بوليش يعني، ممكن أن تدخل بعد الصحيح، لا إشكال عندي مثلا في هذه العملة، كثير من العملات التي يعني نتحدث عنها فالبوليشنس موجود. كذلك هذه إعادة لانيك لاين ممتازة يعني للدخول، فقط أن تدخل من مناطق جيدة من أجل استكمال الصعود. الكثير من العملات التي تحدثنا عنها ولا زالت. المهم إن شاء الله خير بإذن الله تعالى، يعني وأتوقف إن شاء الله عند هذا الحد، وواصل حديثي مع إخواني في الدورة بإذن الله تعالى. أعتذر يعني على الإطالة، لم أريد يعني حديث أكثر من هذا. مهم، تجارتكم رابحة بإذن الله تعالى، وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسى طبعا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا المحتوى طبعا مع أصدقائك وأحبابك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوكي أحباب، أعتذر أني قطعتكم، ويمكنكم العودة إلى الحديث. هل هناك أي أسئلة؟ وأعتذر إن أخفتكم بطريقتي في الكلام. بعد كل هاي السلبية